النشرة الرياضية من قناة ما الشباب أقدمها لكم أنا سلام القيسي وتتابعونا فيها. الاثنين القادم موعد بدء معسكر داخلي لمنتخب الناشئين استعدادا للنهائيات الآسيوية. غدا وحدة عدن والنصر يقصان شريط افتتاح بطولة كأس عدن لكرة القدم. وإعلان أسماء المرشحين لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية والأكوع والعيسي والشريف يتنافسون على رئاسة اللجنة. أهلا بكم. يدخل المنتخب الوطني للناشئين الاثنين القادم معسكرا داخليا في صنعاء استعدادا للنهائيات الآسيوية. وأكد رئيس لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة عبد الوهاب الزرفة أنه سيجري استدعاء قائمة اللاعبين الذين تم اختيارهم من قبل الجهاز الفني للمنتخب أثناء النزول الميداني للمحافظات وعددهم 35 لاعبا. وأضاف أنه سيتم استدعاء قائمة اللاعبين السابقين في المنتخب عقب الانتهاء من معسكر اللاعبين الجدد ودمجهم بالذين سيتم اختيارهم والدخول في معسكر داخلي آخر استعدادا للنهائيات الأسوية، كاشفا أنه سيتم إخضاع الجميع لفحوصات الرنين المغناطيسي لتحديد الأعمار والتأكد من السن القانونية وفق معايير لوائح الاتحاد الآسيوي. في هذا يوم الاثنين بيكون المعسكر، المنتخب بيدخل في معسكر في صنعاء. اللاعبين عددهم 35 لاعب في الوقت الراهن، طبعا كانوا 37، اثنين سقطوا بسبب الوثائق. فبتكون بالمرحلة الأولى حوالي من 5 أيام إلى أسبوع تصفية اللاعبين المضافين حاليا لانخراطهم بعدين فيما بعد مع المنتخب السابق اللي لعب البطولة العربية واللي لعب تصفية آسيا، ويدخلوا في منافسة، ولا بقى بيكون للأفضل. يعني ما بيمثل المنتخب إلا اللاعب اللي نشعر بأنه على مستوى عالي ومحافظ على مستوى سواء من اللاعبين السابقين أو من اللاعبين الحاليين. تفتتح غدا الجمعة مباريات بطولة كأس عدن لكرة القدم والتي ينظمها اتحاد فرع الكرة بعدن بإشراف مكتب الشباب والرياضة ومشاركة أندية المحافظة، وتلعب بنظام خروج المغلوب. ويقص فريق وحدة عدن والنصر شريط افتتاح مباريات البطولة التي تلعب بنظام خروج المغلوب، ويستضيف ملعب الشهيد الحبيشي بمدينة كريتر جميع مبارياتها في واحدة من المباريات القوية التي من المتوقع أن تشهد حضورا كبيرا من جمهور رياضة عدن. وخاض الفريقان في الأيام الماضية عددا من المواجهات الودية للوقوف على مدى جهوزية لاعبيهم قبيل انطلاق المنافسات، حيث استطاع وحدة عدن الذي يقوده المدرب مروان موسى في آخر مبارياته من الفوز على منافسه فريق الجلاء، في حين خسر فريق النصر بقيادة مدربه الكابتن حميد قريشي آخر مواجهاته التحضيرية أمام فريق الشعلة. وفي ذات السياق عقد فرع اتحاد كرة القدم في العاصمة المؤقتة اجتماعا برئاسة رئيس الفرع عبد الجبار سلام مع قيادات الأندية المشاركة في بطولة كأس عدن بحضور مدير مكتب الشباب والرياضة الكابتن وجدان الشاذلي، جرى على إثره التطرق إلى أهمية البطولة وأدوارها الإيجابية التي ستعود بالنفع على الجميع. أكد رئيس اتحاد فرع الكرة بعدن على جميع الأندية العمل رفقة اللجنة المنظمة وضرورة الالتزام والتقيد بالقواعد والشروط من أجل إنجاح البطولة وعكس الصورة الحقيقية لرياضة عدن، مشيرا إلى أن بطولة الكأس هي باكورة العمل المشترك بعد التوافق الذي حدث مؤخرا. وكشف سلام إن الأيام القادمة ستشهد نتائج هذه التوافقات من خلال تنظيم عدد من البطولات، وأقربها بطولة كأس المريس الرياضية أو الرمضانية وبطولة عدن في نسختها الثانية. حقق فريق المنصورة الفوز على ضيف الميناء بهدفين نظيفين في اللقاء الودي الذي احتضنه ملعب الفقيد علي العلواني بمديرية المنصورة في إطار استعداد الفريقين لبطولة كأس عدن المقرر انطلاقها يوم غد الجمعة بتنظيم من اتحاد كرة القدم بعدن وإشراف مكتب الشباب والرياضة. فوز أبناء المنصورة جاء في 5 مبارياته الودية بهدفين الوفدين الجدد خالد النخعي وماشد الكاظمي. ويلتقي المنصورة في أولى مبارياته ضمن منافسات بطولة كأس عدن مع نظيره الجلاء، فيما يلتقي الميناء مع نظيره الجزيرة.
يلتقي غدا الجمعة الاتفاق بالحوطة بضيف وحدة المكلة على ملعب الإستاد الأولمبي بمدينة سيئون في إطار مباريات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس حضرموت. ويطمح الاتفاق مدفوعا بعامل الأرض والجمهور إلى إنهاء مباراة الذهاب لصالحه في طريق وضع قدم في النهائي، فيما سيسعى الوحدة للفوز وتمهيد الطريق إلى النهائي. وكان اتفاق الحوطة تأهل إلى المربع الذهبي بعد الفوز على جاره سلام الغرفة في إياب ربع النهائي، فيما تأهل الوحدة إلى ذات الدور بعد فوزه على سيئون. وفي المكلة يتواجه غدا الجمعة فريقا شعب حضرموت والتضامن على ملعب بارادام لحساب مباريات ذهاب نصف نهائي كأس حضرموت السابعة. تضامن المكلة يمضي في اتجاه الحفاظ عن لقبه وتحقيق الفوز في مباراة الذهاب، فيما يدخل النوارس بطموح الفوز فقط لتسهيل مهمته في مرحلة الإياب. وكان التضامن تأهل إلى دور النصف النهائي بعد فوزه في مباراة ذهاب ربع نهائي على المكلة وتعادله في الإياب، فيما جاء تأهل الشعب إلى ذات الدور عقب فوزه على شباب القطن. تأهل نجوم أكاديمية أهلي تعز إلى المربع الذهبي في بطولة الأكاديميات الدولية بالقاهرة بعد فوزهم على الفيفا المصري بهدفين نظيفين. ويدين فريق أكاديمية الأهلي بفوزه للنجمين إبراهيم غانم ويوسف فاضل صاحبا هدفي الفوز. وبهذا الفوز أكد لاعب أكاديمية أهلي تعز جدارتهم المستحقة بتجاوز كل الفرق التي قابلوها ابتداء من أكاديمية الإسماعيلي وصولا إلى الفيفا. اعتبر أمين عام نادي أهلي تعز الكابتن عبد العزيز طه المستوى الكبير الذي أظهره لاعبو أكاديمية الأهلي في مشاركتهم بالملتقى الدولي للأكاديميات الذي تحتضن فعاليته العاصمة المصرية القاهرة رسالة قوية للحصاد المثمر. وأثنى طه على عطاءات اللاعبين والجهاز التدريبي مؤكدا أن ما تحقق لا يمثل طفرة بل إعجازا يصنعه نجوم القلعة الحمراء. وقال أمين عام أهلي تعز إن الإدارة تحاول الاقتراب أكثر من حالة التطور الذي يرافق الصغار ومسألة تأهيلهم تحت أعين مدربين مجتهدين، مطالبا اللاعبين بضرورة خوض بقية المواجهات بذات الهمة والتحدي والحفاظ على المستوى الجميل الذي رسموه منذ بداية البطولة. إنجاز كبير يجسده أشبال أكاديمية أهلي تعز الوليدة حديثا في تعز واليمن عموما في أول مشاركة خارجية له في البطولة الدولية المقامة في مصر، ممثلين لليمن في محفل كروي أظهر فيه اللاعبون لأول مرة نتاج مسيرة إعداد متميز خلال الفترة الماضية. إلى المربع الذهبي وصل فريق أكاديمية أهلي تعز في بطولة الأكاديميات الدولية المقامة في العاصمة المصرية القاهرة، حيث تمكن لاعبو الأكاديمية في مواجهتهم المفصلية أمام فريق الفيفا المصري ضمن مواجهات خروج المغلوب من إنهاء المباراة بالفوز بهدفين نظيفين، ليؤكدوا جدارتهم المستحقة بتجاوز كل الفرق التي قابلوها ابتداء من الإسماعيلي وصولا إلى الفيفا. قيادات الأكاديمية اعتبرت المستوى الكبير الذي أظهره لاعبو أكاديمية الأهلي في مشاركتهم بالملتقى الدولي للأكاديميات رسالة قوية للحصاد المثمر، وأثنت على عطاءات اللاعبين والجهاز التدريبي مؤكدا أن ما تحقق لا يمثل طفرة بل إعجازا يصنعه نجوم القلعة الحمراء. إنجاز كبير يجسده أشبال الأكاديمية الوليدة حديثا في تعز واليمن عموما في أول مشاركة خارجية لهم، ممثلين لليمن في محفل كروي أظهر لاعبو الأهلي لأول مرة أمام الجماهير اليمنية وكشف مسيرة إعداد متميزة خلال الفترة الماضية. عامان على التأسيس وفي ذكرى الانطلاقة بزغ الحصاد في كنانة العرب، أنباء التفوق وصلت وصور التألق باتت تملأ احتفالات الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي. الأكاديمية الأولى من نوعها في اليمن جابهت تحديات المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد واستمرت في إعداد هذا الجيل الذي يبين مدى شغفه ليكون رقما صعبا في المستقبل. وأمام عواصف الانتقادات المتتالية لتأسيس الأكاديمية في القول أنها لا تراعي الشروط الدولية،
غلب الإصرار محاولة الإفشال، وكان هذا المردود الذي يتشكل اليوم لصنع بطل وجلب لقب ليس للأهلي وتعز فحسب، بل لليمن الكبير. اختتمت في مدينة تعز البطولة المدرسية الخامسة لمدارس مديرية صالة التي انطلقت في منتصف شهر يناير بمشاركة 26 مدرسة ثانوية وأساسية من مدارس المديرية بتنظيم من فرع مكتب الشباب والرياضة بمديرية صالة وقسم الأنشطة المدرسية في إدارة التربية والتعليم بالمديرية. وتوجت مدرسة علي سيف الطيار بطلا عن المدارس الأساسية بعد فوزها على نظيرتها عقبة، فيما توجت مدرسة الفاروق بطلا عن مدارس الثانوية بعد فوزها على نظيرتها مدرسة عمر بن عبد العزيز. وفي ختام البطولة كرم الفائزون والمدارس المشاركة في البطولة بحضور العديد من الشخصيات الرياضية والتربوية وقيادات السلطة المحلية في المديرية. هذا الدور يأتي كدعم نفسي أولا لطلابنا في مدارس مديرية صالة، حيث المديرية أنتم تعلمون جيدا أنها تقع على خطوط التماس. فنريد أن نطبع الحياة بمثل هذه الأنشطة. هناك يعني تنسيقات مستمرة بيننا وبين مكتب الشباب والرياضة. اليوم الحمد لله توفيق الله حققنا البطولة التي قمت في مديرية صالة والتي قمت بالفاروق، ولعبنا ضد مدرسة عمر بن عبد العزيز، ونحن مدرسة الفاروق فزنا عليهم بفارق أنا أقول 5-1، والحمد لله ذا بتوفيق الله. للعام الخامس على التوالي ومع هذه الأجواء الحماسية وهذه الزخم الجماهيري الأكثر من رائع، نختتم هذا اليوم بطولة مدارس صالة الخامسة والتي شاركت فيه 26 مدرسة من أبناء مديرية صالة. هذه البطولة برعاية مدير عام مكتب الشباب والرياضة أيمن المخلافي ومدير عام مديرية صالة المهندس عارف اليوسفي، كل الشكر والتقدير لهم والمدارس المشاركة واللجنة المنظمة في هذه البطولة، وكل التوفيق لبطولة قادمة إن شاء الله. 20 مدرسة أساسية و6 مدارس ثانوية. هذه المباراة الأخيرة اللي هي تتبع الثانوية، المرحلة الثانوية، قبلها كانت في مباراة للمدارس الأساسية، فازت في البطولة طبعا وحصلوا على الكاس اللي هي مدرسة علي سيف الطيار، فازوا على مدرسة عقبة، والآن هذه مدرسة الفاروق يقابلوا مدرسة عمر بن عبد العزيز. أعلنت الأمانة العامة للجنة الأولمبية قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين تقدموا لترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية الثالثة التي ستجرى في دولة الكويت بإشراف المجلس الأولمبي الآسيوي خلال يومي 4 و5 من مارس القادم. وبحسب الأمانة العامة تجرى الانتخابات في الكويت نظرا للظروف والأوضاع التي تمر بها بلادنا، وعلى ضوء الفترة المحددة للتقدم للترشح من تاريخ 24 من يناير حتى 7 فبراير الجاري. وتقدم باستمارات طلب الترشح وموافاة الأمانة العامة للجنة الأولمبية 26 متقدما، حيث تقدم للترشح لمنصب الرئاسة كل من عبد الرحيم الأكوع وأحمد صالح العيسي وحسين ناصر الشريف، فيما ترشح 23 آخرون لعضوية مجلس الإدارة. ولمزيد من التفاصيل ينضم معي الآن يزيد الفقيه رئيس تحرير صحيفة شوت. أهلا بك أستاذ يزيد. مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين وعلى كافة المتابعين. أهلا بك أستاذ يزيد. بداية، كيف يمضي مسار انتخابات اللجنة الأولمبية اليمنية بعد كل ما أثير من جدل حول هذه الدورة؟ طبعا انتخابات اللجنة الأولمبية شوتين في واقع مختلف في العالم. أستاذ يزيد عذرا على المقاطعة ولكنني لا أستطيع سماعك، هل ترفع من صوتك قليلا؟ أقول لك بالانتخابات اللجنة القادمة نعم ستتم في وضع وفي واقع غير ما كان يتم في السابق. نعم أستاذ يزيد، يعني سؤال آخر، من خلال الأسماء التي أعلنت هل هناك ما لفت نظرك من قبيل تجاوز الأنظمة الخاصة باللجنة؟ الانتخابات القادمة أنا أراها تتجاوز كل القوانين وكل الأعراف وكل اللوائح الموجودة في البلاد. نعم، كيف ذلك؟ حدثني أكثر. الأخ الأمين العام للجنة الأولمبية محمد العنفي فصل لائحة على مقاسيه الشخصية، على مقاسيه الشخصية ومقاسيه الخاص
وحسب ما يريد. نعم أستاذ يزيد، يعني حجم الحضور والتباينات بين المرشحين خاصة في منصب الرئاسة، هل سيؤثر على مسار الانتخابات برأيك؟ أكيد بلا شك. المشكلة ليست في الأسماء المتقدمة، المشكلة هي في تفصيل اللائحة على مقاس أشخاص محددين. نعم. ومسار انتخابي يريد سرعنة وجود لجنة أولمبية خاضعة لميليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء يقودها محمد العقيري الأمين العام لتبرير وجودهم لمدة 12 عاما قاتلة بالتجاوز من القوانين، بالتجاوز من اللوائح، بالتجاوز من الأعراف الرياضية، حتى أن المرشحين الثلاثة للرئاسة عبد الرحمن الأقواح بتجاوز المسموح به 71 عاما. لكن في الأول والأخير نحن نتمنى من أعضاء الدكاية الحكومية أن يكون لهم موقف مشرف وموقف يتصل بالرياضة اليمنية برفض هذه المهجرة التي تتم. نعم نأمل ذلك. أستاذ يزيد، تقول اللجنة الأولمبية إن حق الترشح والتصويت محصور في إطار رؤساء الاتحادات وشخصيات ممن أسسوا العمل الأولمبي ومندوبات عن رياضة المرأة، ليس هذا كافيا برأيك لسلامة الآلية المتبعة؟ يا عزيزتي، اللائحة الموجودة فيها الكثير من الخروقات والكثير من الأخطاء والكثير من التأسيس، شرعنا الأشياء مغلوطة. عندما تم تحديد سن الترشح ب 71 يعني ب 70 عاما، لكن تم فرضه على اشخاص تتجاوزه عن اشخاص اخرين، مثلا عبد الرحمن الاقواح رئيس اللجنه، بالاضافه الى ان الاخ محمد الاهجري قام بتصفير العجاز، كان تصفير العجاز بالنسبه لما مضى، لان الامين العام للجنه الاولمبيه موجود في الامانه العامه من عام 99، يعني من عام 99 حتى اليوم، ومع ذلك يريد استمرار حتى عام 2035. يعني نعم. هذه شرعنا لوجود هذه الاسماء وهذا، يعني هؤلاء الناس سرقوا اعمارنا في الماضي في سنوات ماضيه ويريدون سرقه اعمار الجيل القادمه. يعني وضع مخيف، ولا ينتصر لرياضه وطن او لسمعه وطن او كل ما يهمهم مصالحهم الشخصيه، لكن ما يهمهم هو الاستمرار في قياده الاعمال الاولمبيه واللجنه الاولمبيه، رغم ان هذا لم تقدم شيء ولم تؤدي اي ولم يكن لها اي ثمار او فوائد على الرياضه الامنيه طيله الفتره الماضيه. نعم، إذن رئيس تحرير صحيفه شوت الاستاذ يزيد الفقيه، شكرا لك على تلك المداخله. حث وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري منتخب التنس على تحقيق ألقاب جديدة لليمن. وخلال التوديع عبر الوزير نايف البكري عن سعادته بتوديع منتخب التنس الذي سيشارك على كأس ديفيز لدول غربي ووسط آسيا بنظام الفرقي. وعبر الكابتن زهير موشجي مدرب المنتخب عن شكره لوزير الشباب والرياضة نايف البكري على دعمه المستمر للتنس في مشاركاته الداخلية والخارجية. ويمثل اليمن في البطولة تحت 16 عاما كل من محمد مكي وعزيز عادل مع المدرب سلطان المسمري، وتحت 14 عاما محمد عادل وإبراهيم محمد برفقة المدرب زهير موشجي خلال الفترة من 11 إلى 26 من الشهر الجاري في سريلانكا. وجه وزير الشباب والرياضة نايف البكري بترميم مقر الاتحاد العام لرياضة المرأة في المدينة الرياضية بعدن ضمن عدد من الاتحادات العامة التي تسعى الوزارة لتوفير مقرات لها. جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الاتحاد نظمية عبد السلام لمناقشة وضع الرياضة النسوية ومشاركتها في تنظيم البطولات الرياضية المحلية وتمثيل اليمن خارجيا. بدورها استعرضت رئيس اتحاد اللعبة نشاط الاتحاد والصعوبات التي تواجهه، مشيرة إلى أن المرأة اليمنية تمكنت من إحراز بطولات وأرقام في الرياضة سواء داخلية وخارجية، ووصل عدد الألعاب الرياضية التي كان الاتحاد ينفذها إلى 17 لعبة موزعة بين الألعاب الفردية والجماعية.
التقى محافظ المهرة محمد علي ياسر إدارة نادي خيبر الرياضي المشارك في البطولة العربية لكرة الطائرة التي تقام في جمهورية مصر العربية خلال شهر فبراير الجاري. وخلال اللقاء أشار المحافظ بن ياسر إلى أهمية الاستعداد والتحضير الجيد للمشاركة في البطولات الرياضية القادمة، مشيدا بما يحققه النادي من إنجازات رياضية على المستوى المحلي والعربي خلال العام المنصرم. وأكد المحافظ تكلفه بدعم الفريق في البطولة، موجها باعتماد تكاليف مشاركة نادي خيبر في البطولة العربية في لعبة كرة الطائرة في نسختها 41، داعيا كافة أبناء المهرة لمؤازرة النادي في مشاركته العربية. يذكر أن قرعة البطولة العربية لكرة الطائرة أوقعت نادي خيبر في المجموعة الثالثة، والتي تضم أندية القوات الفلسطيني والسيب العماني والزمالك المصري. وجه محافظ محافظة تعز نبيل شمسان بدعم ورعاية وتكريم فريق العبقري الصغير براعم وزهرات مدارس تعز الذين سيشاركون في المسابقة الدولية الذهنية والسرعة البديهية في جمهورية مصر الشقيقة، وتوفير السكن والدعم اللازمين خلال فترة إقامتهم بالقاهرة. وعبر المحافظ شمسان خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن أعضاء الفريق المشارك في المسابقة عن ثقته بقدرة أطفال الحلمة تعز على تبوؤ مراكز متقدمة في المسابقات الدولية، كما فعلها إخوانهم في الأسبوع الماضي، مبديا إعجابه الكبير بقدرة الأطفال الذهنية والفكرية خلال تقديمهم لبعض النماذج في هذا المجال. نحن في محافظة تعز كما قلنا دائما بأنه رأس مالنا البشر، يعني لا يوجد لدينا نفط ولا يوجد لدينا غاز، ولكن يوجد لدينا بشر وكادر بشري. كادر بشري يعملون على تحقيق التميز، على تحقيق الإبداع، وهم أغلى رأس بشري يعني يتواجد في أي دولة أو في أي قطر أو في أي وطن. وبالتالي تعز تتميز دائما ويتميز أبناؤها، وهؤلاء العباقرة الصغار سوف يحققون نقلة نوعية، هم جيل المستقبل، هم من يتولون. وبالتالي نحن عندما نرعى وندعم ونكون وراء هؤلاء الجيل فنحن نستثمر، يعني لدينا تقريبا أفضل وأكبر مشروع استثماري وهم هؤلاء الشباب. وقبل الختام إليكم أبرز مباريات غدا الجمعة لدوريات مختلفة. من نشرة رياضية، دمتم بأمان الله.